إشارة لا تفيذ، يعطي إشارة لا تفيذ، كورة سندخ ميسي بالراس، ضاعت الكورة، ضاعت الكورة، حمسة الخضراوي يحاول يدخل منطقة الجزاء إيش يعمل؟ المراوغولة موجودة، ثم يقرب له دومينيكا ماندي ياخذ الكورة، ماندي يوزع الكورة والتدخل الدفاعي في مرة أولى، السيابي يسقط حكم المباراة، لقطة عفوية بينه وبين دفاع الكورة ضايعة. شيرة لمقد موجود في التغطية، وسام حسين مخت الكورة الأخيرة ويتدخل، هي الكورة في دفاع النادي البنزرتي في مرولة رأسية وتألق مرولة الجدار. هنا الكرة منفذة في دفاع على نادي البنزرتي بالراس، أسامة لاسيلي يوزع الكرة، أسامة لاسيلي ياخذها قيس العمدوني، ياخذها الحارس، يبدل كليا الجهة اليمنى اختيرة على دفاع الملعب التونسي والتوزيع أساس الكرة الأخيرة واحدة في خذويات منطقة الجزاء، التوزيع على اللقطة الأخيرة في وسط الميدان، توصل الكرة اختيرة لبشير مقدم، هفو في دفاع الملعب التونسي، يتصدى يتصدى في مرة أولى، المساندة يلقاها مرة أخرى مع بلال المجري، يوزع كما جات بالراس الكرة اختيرة في دفاع النادي بنزرتي، ضاعت من الجهة اليمنى، التوزيع بالراس يتصدى يتصدى داو من جهة اليمنى طويلة الكرة يخلط عليها التوزيع والكرة في دين الحارس الحناشي من جهة اليمنى ياخذها الكرة ماهر الحناشي والتصدي موجود الحارس موجود الكرة في دفاع السيابي يطلع ويصعد الحارس قيس العمدوني أفوى مباراة دومينيك ماندي في الرواق الأول ما يخلطش على الكرة هيثم الأجويني والهجوم المعاكس يرجع للسيابي اختير الكرة بالراس الانتيج هدف غير منتظر بن الأجويني المخالفة في دفاع النادي البنزرتي يتدخل بالراس موجود نضال بسالم يوزع الكرة مناطق الجزاء والكرة في الدفاع عكرمي يرفع الكرة للجهة اليمنى يدخل مناطق الجزاء التصويب الكرة جزاء المطالبة بضربة جزاء في العملية الأخيرة التوزيع الكرة اختيرة مناطق الجزاء يتصدى قيس العمدوني موجود في الوقت المناسب التوزيع مرة أخرى وما السيلي في تنفيذ الركنية عالية الكرة بالراس وسام بوسينا هو الكرة